اه اي صحيح. اه اي فهمتك، تاوش تقصد، فهمتك فهمتك فهمت. خلصوك ماتشي قوبا ولي لي دي اللي خلصوني لا شيء علي على زبي فريد صبحي انا ليش قالك ان نحن نشوف بعضنا خير يلا دي بالسياسة يا الاولاد يا النحي وكان العصبة ذيك ايش بيهم يلا حسيتهم حسيتها يا موتيع حسيتها شفا ليش قالك ان نحن نشوف بعضنا خير يلا وان تو يا ولدي شبيك انا وانت والله الله يا بابا ليش كرمان فرخ بابا الله الله يا بابا يا اللي من احمد في قطر يا بابا شو تاوى شو تاوى مش عارف في شو تاوى ما تفسروا له يريد عصب يا في قطر احنا نزور احنا يا الوليد الصوت من الفيديو مش مني انا مقاوي على الاخر نحكي مع مذيع في الشرق الاوسط انا نحكي مع من اقوى المذيعين في الشرق الاوسط في الجزيره في اقري دار معالم كامل عربي يتفرج تدخل قاعد بالفله في نصبه متاع مروم احنا نوسور احنا هكا نحكي معاه بيدي تحب تذوق من في الجزيره ذيك اي في الجزيره انت احنا نوسور احنا يا خلص يا قوبا خلص هل يكون ارجنتيني هيا بخاري لا شيلي ما فيهش شيلي هل يكون هذا الايكون ارجنتيني حلوة ذي حلوة تخزر الزبي صار مامك هاي شو ميها مليون و 130 تحلم قطع مين كاين غدوي كبش يجوني مليون و 130 مع مليون الترجي مصحة من غيث الوهابي هذيك هي شكون كيفك حفلة حفلة ختمة يا بنار ليه دكتورة يخزكم البرسا الكل مش مباكيه يا يعني. خالي باش نطقوا زوز جوارت لي على قاعد في زكمة على خير كاملوا لايف ولا خلينا نمشي زبكم من لايف نحبوا يلعب لي بشعري نحبوا شعري لايف ولا خلينا نمشي زبكم من لايف نحبوا يلعب لي بشعري نحبوا شعري لايف يعني نزبو رمى الكورة متاع نمي دي بوا با بوركوا جو دي غيان والله بيه والله يا ابو حميد بيه والله يا ابو حميد بيه الهايلايتس يا ابو حميد والله بيه والله لقد رسمت الضحكة على وجوهنا لقد اه ابو حميد عرفته ذي متاع نزار القباني والله بيه الهايلايتس بيه والله يضحك والله بيه الهايلايت بيه متاع بيه والله بيه تاع 40 دينار اه بي بي لا لايت سبيرا وبي والله بي يستحق ما اكثر يستحق الحقيقة معلم راك ولا بي عليك بي يا ابو حميد ولا بي راو ها ملاوينك استحق هايلايتس